في سؤال دائما في بالي، شلون المجتمع يفكر؟ طلعت تتخيل تفكر، ما شاء الله عليك. تبى اقول لك شلون؟ الشباب اليوم كلهم تافهين، الله لا يبلين. كلهم تافهين مره واحده؟ مشكلتكم انكم تحبون تعممون. وايش فيهم المعممين الا المعممين؟ لا تغلطون عليهم يا طائفيين. ايش دخلنا احنا الحين؟ ما حد طائفي غيركم. هذا انتو، عشان كذي انا متبارية منكم. كلكم مصيركم الى النار، راية الله باقية. تفادوا الصدام يا جماعة، هاي بالضبط مؤامرات الغرب علينا. صدام؟ ايه الله يرحم صدام. شنو؟ الله يحشرك معاه. Whatever شباب، it's not even that important. انتو تكلموا عربي يا جهلة. ما حد جاهل غير الحكومات. الحكومات والحكام تاج راسكم يا خونة. إيران هي السبب في كل ما يصيبنا. حنا لها وناخذ حقنا بدق خشوم. هل تعلم أن الكراهية تصنع العنف؟ أتمنى أن تحبون بعض أكثر. نحب بعض؟ أكيد تقصد زواج المثليين. هذا نتاج الإعلام الماسوني الهابط. شنو يعني ماسوني؟ ماسوني ولا ما أبل؟ أبل اجتهاد رجل واحد غير العالم. أنت شنو سويت؟ يعني تقصد أن البنت ما لها دور في المجتمع؟ هلا، يا ريت كل يوم تطلع مظاهرة. ليش يا دنيا؟ عندهم كل شيء وأنا حتى أكل ما عندي. قول الحمد لله، أنت تقدر تمشي على الأقل.